احنا هنعمل فرخه، الفرخه دي حوالي للشوي بتبقى حوالي كيلو 600، يعني من كيلو ونص لكيلو 600، لا اصغر من كده ولا اكبر من كده، لان انت لو جبتيها مثلا 2 كيلو او 2 كيلو ولا حاجه بسيطه بتبقى بتاخد كتير جدا في السوى. انما المعقوله الحلوه اللي هي كيلو 600 دي حلوه قوي. فعندي هنا فرخه نتبلها بايه التتبيله الحلوه الجديده بتاعتنا، عندنا زبادي، بصل، بشر طماطم، عصير ليمون، ملح وفلفل وكمون. بس نعملها ازاي؟ انا عندي فرخه بالطريقه دي، بس اول حاجه قبل ما اعمل الفرخه اهي بصوا الشكل كده عاملاها زي الفراشه، عارفين الفتحه دي؟ بنيجي من الظهر كده تبقى الفرخه كده، ونيجي من الظهر نروح جايبين السكينه ها وفاتحين ايه من هنا كده من الظهر، ونبدا نكمل لغايه تحت، فتروح مفتوحه لك الفراشه دي. فاول حاجه هنعملها هجيب التتبيله، اجيب طبق صغير كده واجيب فيه التتبيله بتاعه الايه الفرخه، عندي شويه كمون، شويه فلفل اسود، شويه ملح. طبعا قولي كمون وفلفل اسود نص نص، والملح معلقه. بص انا عملته ايه، خدت بقيه التوابل اللي انا حطها في الفرخه حطيتها هنا، حطيت هنا ايه الزبادي والطماطم والبصل، الزبادي والطماطم والبصل. بصوا بقى الفرخه انا عملت فيها ايه، مسكت نص ليمونه كبيره زي كده ورحت ايه عاملاها من فوق ومن تحت بالشكل ده ماشي، خلصتها بالمنظر ده حطيت لها ايه جبت الملح وكمون وفلفل ورحت رش عليها برده بالشكل ده. المفروض بتسيبيها نص ساعه على الاقل كده تشرب الليمون والتوابل دي. بعد كده انا جبت هنا زبادي وطماطم وبصل مبشور، زبادي وطماطم وبصل مبشور ورحت وطماطم برده مبشوره واخدين بالكم، ورحت حط عليها الايه التوابل اللي فاضله دي، ورحت حط شويه زيت زيتون او زيت عادي اللي انتوا عايزينه. معانا مؤمن، ابدا انزل فيها الفرخه بقى. طيب اوكي كلمنا تاني يا مؤمن، ابدا انزل الفرخه في الخلطه دي كده. دي بقى طبعا الحلوه قوي انك تروحي سايباها فيها، تدخليها كده وتخليها لتحت كده وتشربيها من التتبيله كلها، تقعد في التلاجه ليله. جيب شويه زيت كده بس في الارضيه وروح ماسكه الفرخه بقى اللي انا ايه تبلتها من امبارح، افضل حاجه افضل حاجه كده، راح احطها هنا كده وعليها التتبيله، افرش عليها التتبيله دي كده عشان تشرب كمان منها وهي ايه وهي بتستوي، يعني فيها زبادي وفيها طماطم وفيها بصل، فبتعمل لك برده يعني ايه شويه صوص حلو كده. بس كده وادخلها الفرن من تحت الاول شويه، انا عاملاها درجه حراره عاليه جدا من تحت شويه وبعدين اطلعها فوق، بس من تحت اكتر. ليه من تحت اكتر؟ اسيبها اكتر عشان تبدا ان هي مش عايزه الوش يتحمر ان هي بتستوي، لا انا عايزاها تبدا تغلي من تحت وتستوي وبعدين اطلعها فوق لو عايزه احمر وشها، ممكن تحمر كلها وهي تحت ماشي. بس كده